كيف قلت للأخ كان السجل أخو أنه كان ممتع ويستحيل تجلس معاه وما تأخذ شيء فائدة علمية فائدة أدبية. كان من أنا شخصيا جلست معاه وشفت كيف كل صباح يقوم من أجل باش ينظم أبيات شعرية كان يستوحي الشعر ديالو غالبا في شي حديقة ولا حديقة المنزل ديالو بواحد الهدوء تام. وكان من عند الله أعطي هاد الملكة وهاد الموهبة اللي كان تيستطع الشعر تيجي عفويا تيجي الشعر بحيث تيكون جالس قدامه محبوب من الأسرة تياخذ ورقة وتاخذ السيرو وتنظم القصيده من الف الى ياء بحيث تكون صادقه على القلب اكثر منه على العقل. هذا ما يمكن الا ان اقول لكم على الاخ ديالي رحمه الله والحقنا به المسلمين جميعا ولا حول ولا قوه الا بالله. شكرا جزيلا. إنسان يحب وطنه، يحب بلده، يحب مواطنيه، يحب ملكه، فلذلك احنا اليوم كنترحموا عليه الله يرحمه ويغفر ليه ونعزيو الأسرة ديالو كلها الصغيرة ونعزي جميع المغاربة لأنه الحمد لله هو ابن المغرب والمغارب كلهم أسرته. شكرا.